أبرز الشخصيات الفلسطينية التي قاتلت في معركة الكرامة إلى جانب الجيش الأردني، ممثل منظمة تحرير الفلسطينية الأسبق في لبنان واليمن، تعرض لمحاولة اغتيال في لبنان استهدفت الوجود الفلسطيني. واحد من ست شخصيات فلسطينية رفضت توقيع اتفاقية أوسلو. التقى الرئيس السوري بشار الأسد في أوج الأزمة السورية. هنا في مدينة رام الله نناقش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد عباس زكي بحديث آخر. في عام 1942 ولد عباس زكي في بلدة سعير بمحافظة الخليل. في عام 68 كان قائدا مركزيا في القوات المتقدمة أثناء معركة الكرامة. بعدها بعامين انتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح. في عام 71 عين ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان واليمن. في عام 86 أصبح مديراً للإدارة الدولية والعربية في منظمة التحرير. في ذات العام انتخب عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. في عام 95 عاد إلى الضفة الغربية كنائب للمفوض العام إلى جانب ياسر عرفات. بعدها بعام انتخب عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات بالضفة الغربية. في عام 2009 تعرض لمحاولة اغتيال في لبنان على مشارف صيدا. في عام 2013 التقى عباس الرئيس السوري بشار الأسد. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سيد عباس زكي. سيد عباس مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة. حدثنا عن البدايات في العمل الوطني وعن سبب اختيارك لحركة فتح في بداية الحياة السياسية. أولا نشأت أنا في أوضاع صعبة استثنائية، كان عمري 6 سنين وأنا ألاحظ بأن النكبة السوداء قد حلت بشعبنا الفلسطيني، وشفت وأنا صغير أنه ناس بيجوا من بلدانهم لابسين منيح، وضعهم محترم، لكن بعد شهر صاروا يعيشوا في الكهوف وتحت الشجر، معهمش يعني أي شيء، لأنه تركوا كل ما يملكون في بيوتهم وأصبحوا قصرا ممنوعين يشوفوا مسقط رأسهم. وبالتالي تأثرنا، جيلنا أصبح يعني يبحث في كل الأوساط الحزبية من هو الأقرب إلى فلسطين، إلى أن جاء شهر أبريل 62 ودخلت بحركة فتح، وكان يعني أكثر شيء جذبني لها هو أنهم يريدون أن يسلكوا أقصر الطرق لتحرير فلسطين وهو بالكفاح المسلح. وبالتالي يعني بدأنا بهذه المسيرة عام 62، وكانت الحمد لله تضحيات، قمنا بتأهيل أنفسنا بقراءة تجارب حركات التحرر والفلاسفة وكل من تحدث عن انتقال نوعي في حياة الإنسان، ووجدناها جاهزة للتطبيق على أهلنا في فلسطين. كانت مهماتنا المسح والاستطلاع لأرضنا المحتلة وإيجاد النقاط التي توجع العدو إذا ما بدنا نبدأ بالعمل العسكري المسلح، وأيضا كنا نراهن على منظمة التحرير وعلى الرئيس أحمد الشقيري. لكن نحن كنا نطمح بفتح أن نكون الجناح العسكري له، وليدخل في مؤتمر الإسكندرية القمة العربي ويقول ها هي إرادة الشعب الفلسطيني تتجلى فوق أرضه، نقوم إحنا بعمليات عسكرية ويكون يمثلنا في الجامعة العربية. ولكن من المؤسف أنه ما أخذنا منه موافقة، وبدأنا بداية صعبة جدا. كان علي عامر قائد الجيوش العربية يلاحقنا ويسأل من هم هؤلاء وكيف. نحن كان إصرارنا أنه لابد أن نتقدم نحن الصفوف، ولا يمكن أن تنقذ فلسطين
إلا بتضحيات أبنائها كرواد وقادة يجتذبون الآخرين. وفعلا كانت البداية في 1/1/65 مساء يوم الجمعة، أضأنا سماء الأمة بالرصاص الأحمر، فأصبحنا في هذا الخضم، وخاصة بعد معركة الكرامة 68 الرقم الصعب في معادلة الصراع في الشرق الأوسط. كنت أحد أبرز الأسماء في معركة الكرامة، ما الذي يمكن ذكره في إطار هذه المعركة في الانتصار الذي حصل؟ بلغ الأخ أبو عمار من قبل الاستخبارات المصرية أنه في هجوم إسرائيلي عليكم، بجوز يوم الخميس يكون، فخذوا حذركم. قطعا طلع الأخ أبو عمار معه عدد من الأخوة في اللجنة المركزية، منهم أبو إياد، وقابلوا قائد الجيش الأردني كان اسمه عامر الخماش، وبحضور محمود عريم قائد القوات العراقية التي جاءت لتقاتل في حجران وما استطاعت، وصلت بعد هذا ولكن لا زالت لم تنسحب إلى العراق. وكان معه اللواء حسن النقيب العراقي، وهو صديق حميم لنا لفتح يعني، وعلى اتصالات شرية معه. فقال لهم أبو عمار إحنا عندنا معلومات إنه يوم الخميس إسرائيل بدها تيجي تحتل المنطقة الأغوار وجبال السرط يعني. فقالوا أن خبر وأنه جلالة الملك حسين أبلغ الأمم المتحدة وصناع القرار ألا ترتكب إسرائيل مثل هذه الأعمال الجريمة. قال لهم أبو عمار وإذا ما ارتكبت إسرائيل أين دورنا نحن؟ فقال لهم أنتم خميرة الأمة، أنتم فدائيين، ليست مهمتكم هذه، اخرجوا لا تطعموا أجساد مقاتليكم للدبابات، هذه حرب جيش لجيش، فخرجوا أنتم من الأغوار. وفعلا حينما جاء الأخ أبو عمار استقبلناه في الكرامة، كان عدد محدود من المتواجدين، فقال الأردن بلغوني هيك والعراق بلغوني هيك، ونحن قانون حرب العصابات يقول إذا أقبل العدو أهرب وإذا أدبر أضرب، لأن الحرب غوار فدائيين، إحنا مش حرب مواجهة يعني. فنحن على ضوء هذا القوانين الناظمة للعمل الفدائي، وعلى ضوء توصية إخواننا أصحاب الأرض، معنى الحرية. أنا بقولكم نحن ننتمي إلى أمة فاقدة للنصر، إذن فلنسهم لها في صنع النصر، وصنع النصر له ثمن، لو كان الذهب والجواهر لأتينا به ولكن ثمنه الدم، فمن أراد منكم أن ينزف دما ليصنع نصرا لأمته فليبقى معي. هنا عرفنا أن الرئيس أو قائدنا بده يبقى. وقال أترككم قليلا خوفا من إحراجكم، اللي بده يروح يروح لأنه هيك القانون بقول، واللي بده يظل يظل منشان يسهم بصنع النصر لهذه الأمة المهزومة. وفعلا كانت نسبة الصمود كبيرة، لأنه الكل قال مدام بده يصمد بدنا نصمد. في يوم الأربعاء، هذا الكلام يوم الاثنين مساء، يوم الأربعاء استدعى قادة القواعد، سأل كم الصامدين، فوجدنا الكل صامد حتى المرضى رفضوا يطلعوا. فقال أبو عمار كل من في السهل سيؤسر أو يستشهد لا محالة، فمن أراد الحياة سويعات أكثر ليصعد إلى الجبل ليشم طوق إذا ما يفك عننا الحصار. فخرج خيرة الخيرة من أبنائنا إلى الجبل، ولكن هم أول من استشهدوا لأن إسرائيل استخدمت الإنزال قبل أي شيء آخر، فاصطدموا مباشرة مع القوات الإنزال اللي نزلتها، قسم استشهد قسم بقي على قيد الحياة. أما المعركة فكانت معركة ضروس، ولكن كانت النفسيات والإرادات كبيرة.
أذكر أنه الأخ أبو عمار وهو يتفقد كان كل واحد منا معه طورية ومعه الكت كامل يعني من الماء للغذاء للتضميض كل اللي يحتاجه في شنطة معه وحتى بطانيته كله. فوجد أنه في خندق قريب للنهر فقال لمين هذا؟ فقالوا له هذا لواحد اسمه الفسفوري من نابلس اسمه عبد المطلب الدنبخ. فقال يا فسفوري قال له نعم سيدي. قال له هذا الخندق بترجعه لورا لأنه الدبابة بتطلع عليك من يعني في جسور بحطوها وهون مخاضة اسمها حتطلع عليك الدبابة بتعرفش تقاتل يعني بتروح تحتيها. هنا استغربوا حينما قال الفسفوري يا أخ أبو عمار ألم تقل لنا كل من في السهل سيؤسر أو يستشهد؟ قال نعم. قال ألم تقل لنا بدنا نقلب قانون حرب العصابات لنصنع نصر لأمتنا؟ قال له نعم. قال له أنا لم آتي هنا لأحفر خندق لأقاتل منه فقط، جئت لأحفر قبري وخندقي كي يكون متقدما على قبوركم. كان قسمنا أن نستشهد جميعا، ما كان حد يفكر يطلع، ولكن أعاننا الله أن المعركة بدأت الساعة 6:15 بقصف جوي مذهل، 6:30 تقدمت الدبابات فكل اللي قاتلوا استشهدوا إلى أن وصلت إلى وسط البلدة، وهنا كانت الشوارع الفرعية وكانت البطولات الفردية. كان أول شهيد لنا في الأحزمة الناسفة المهندس ربحي، فلما رأى الإسرائيليون أنه إحنا بفجر حاله في الدبابة تراجعوا، والساعة 11 بدأت المدفعية الأردنية من عيرة ويرقى المدفعية الثقيلة السادسة، فقطعت اتصال الإسرائيليين بالداخل. وهنا لما الجيش تقطع مؤخرته بصير أسير، فصار عندهم فريندلي فاير، صار عندهم ارتباك وفوضى، فطلبوا وقف اطلاق النار الساعة 12، وظل القتال احنا مستمرين والجيش الأردني يقاتل جنبا الى جنب حتى الساعة تقريبا المساء 15:30 ذاقت إسرائيل الويل. شو قال هذا مشيديان لما أخذنا الدبابات منه؟ قالوا له أنت أسطورة التفوق والجيش الذي لا يقهر، ماذا دهاك؟ قال ماذا أفعل إذا من هم أمامي قد قرروا الموت؟ لو قرروا عكس ذلك لقضي الأمر، إذن أطلب الموت تهب لك الحياة. وهذا تعلمناها أنه الله القابض بالسماء ما تخاف، الله البوخذك، وبالتالي الأقوياء هم الذين يثقون بأنه يعني إن لم تكن عزيزا فأنت لست منتسبا لفلسطين. وبالتالي معركة الكرامة سجلت أول شيء أنها الميلاد، إذا كنا 65 الانطلاق فالكرامة هي الميلاد. من هنا أصبحت لنا كل العواصم، الأردن كان على البساط يركب الناس على فتح على فتح يروحوا، صارت إلنا. العراق فتحوا لنا معسكر الرشيد، مصر فتحت لنا معسكر أنبابة وعطونا صواريخ كاتيوشا، سوريا كانت كلها معسكرات. وبالتالي قال مشي ديان على الصهيونيون أن يسعوا جاهدين لتوسيع قبورهم، فسقط ديان من الدفاع وعوزن ركيس من الأركان، وسقط أيضا لدي إشكول، وبدأ المد إلنا. وكانت الحقيقة أول مرة يعني بنسمي أبو عمار الناطق الرسمي والرئيس الفعلي بعد انتصار معركة الكرامة. يعني ذكرت بأن الدم الفلسطيني كان مع اللحم الأردني، ما الذي جرى بعد ذلك؟ لماذا هذا التغيير الدراماتيكي في أحداث أيلول الأسود؟ كلما ازداد تقدم الثورة، كلما كبرت المؤامرة للحد من هذا
النهوض الفلسطيني. السبب أنه في مجموعات بسيطة سواء محسوبة على الفلسطينيين مثل كتائب النصر بقيادة رجل محترم لكن عناصره ليسوا محترمين اسمه طاهر الدبلان، وأيضا من الأردنيين تشكل ما يسمى بالشعبة الخاصة، فكانت الشعبة الخاصة تنكل بالجيش ويقولوا هاي الفدائيين عندها، وكتائب النصر تنتقم من بعض الجيش، وبالتالي اتسع الرتق على الراتق، كبرت المسؤول هذا. بعض الفلسطينيين أخذه الطيش والغرور بأنه بدنا نسقط النظام، وبدأوا يرفعوا الرايات الحمراء فوق المساجد وكأنه كل السلطة للمقاومة، الأمر الذي يعني وصلت ذروتها بسبتمبر 70 فأعلنت الحكومة العسكرية الأردنية برئاسة واحد فلسطيني محمد داود، وفي نفس الوقت استقال بعدها في القاهرة يعني، وبدأت المذابح في الأردن، وتوصلنا إلى أن يأتي جعفر النميري والهادي نويرة، جعفر تبع السودان، هادي نويرة تونس، وحصل اللقاء، طلع الأخ أبو عمار سرا والتقوا جلالة الملك والأخ أبو عمار عند عبد الناصر، وتم وقف الفتنة، وعلى أثرها توفى عبد الناصر رحمه الله في سبتمبر 27. فكان الحداد وكانت الأيام السوداء، أن فقدت الأمة قائدها ومرشدها وزعيم تقدمها وتطورها عبد الناصر. وبالتالي يعني هذا حال استعصى على الكبار، حينما تدب الفوضى وتكثر الفصائل، وأيضا في الأردن تكثر يعني الجهات التي يمكن أن تسعى، كانت فوق طاقة الملك، فوق طاقة ما نحن بفتح، ولكن لم تنقطع هذه العلاقات طويلا، وما يتعلق بالأرض المحتلة بقي على حاله. أما القضايا الأخرى فنحن غادرنا إلى حيث جبل الشيخ، جبل الثلوج، وقلنا عليه أحل من العواصم العربية، ولكن صنعنا أسطورة الانتقال النوعي في الحياة اللبنانية الفلسطينية، حينما كان الجنوب يقول أهلا بالمحرومين من أوطانهم بين المحرومين في داخل أوطانهم، فأصبحنا إحنا والجنوبيين في مرمى النار الإسرائيلي كل يوم، ثم تعاطفت القوى اللبنانية فأصبحت هناك القيادة المشتركة الفلسطينية اللبنانية، وضحى اللبنانيون أكثر من الفلسطينيين دفاعا عن فلسطين، وكان هذا زواج كاثوليكي لا يمكن أن ينفصل، ولكن كبرت المؤامرة بخلق ما يسمى بأنطوان لحد وحداد وإلى آخره، ولكن للباطل جولة. عادت لبنان بعد هذه الأيام الصعبة والكبيرة اللي أخرجونا من لبنان أو أخرجنا من لبنان رحمة بأهلها، وسئل عرفات إنه وين رايح، قال لهم إلى القدس، فاستهجن ريغان، شو بقول ياسر عرفات اللي خارج مهزوم في نظر كلينتون، لكن احنا ما خرجنا بسلاحنا وكانت إرادتنا قوية، واستقبلنا في كل الدول العربية اللي استضافت قواتنا دون أن نشكل عليها عبء ثقيل، وعدنا عبر البحار وعبر لنقوم بعمليات، والله يشهد والقبور تشهد أننا لم نقصر يوما في أداء الواجب نحو الخلاص من هذا الاحتلال البغيض. وفعلا كانت العودة وكانت السلطة، ولكنها ليست ما كنا نتوقع قياسا بتضحيات الأمس وتطلعاتنا نحو المستقبل.
تبوأت مناصب عديدة غلب عليها طابع تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أو فتح في الخارج، ذكرت سوريا وأيضا اليمن، وكنت في فترات أخرى في بيروت. لماذا اخترت العمل خارجا في تلك الفترة تمثيل الفلسطينيين في الخارج؟ لم أختار، كان خلاف في القيادة، وكانت لي أفكار يعني تقريبا لا تنسجم، وكان عندنا قوى الرفض وقوى كذا، فكان اختاروا أن أكون في الخارج، ناس يقول لي لوعيك ودورك وتأثيراتك، وناس يقول يعني ريحنا شوية من غلبتك على الأقل. فأنا اخترت الحقيقة في البداية، كنت ودوني تونس لأكون مسؤول أوروبا أيضا، ولكن صارت حرب أكتوبر فعدنا إلى مواقعنا نقاتل. بعدها صدر قرار بأن أكون سفيرا في أي بلد، ولكن اخترت أنا اليمن لأعاقب نفسي أكثر. وكانت هي السعادة في حياتي أن أكون في اليمن الديمقراطي الذي كرم الشعب الفلسطيني بما لا يكرمه بلد على وجه الأرض. هذا اللي كان يزود الثورة بالسلاح وفتح له كل الأبواب، ولم يسجن فلسطيني في سجونه لأنه يعتبر الفلسطيني فوق العقوبات، ويقول يا ليتنا كنا إلى جواركم لتحملنا معكم يعني دور الكفاح وأسمنا بالتحرير. بالتالي أصبحت اليمن لما حوصرنا وطلعنا من لبنان هي الملاذ. احتفلنا في عام 83 كل القيادة الفلسطينية 5000 تقريبا، ودربنا جيشنا تدريب على السلاح الذي حرم أن يتدرب عليه في لبنان وفي غيرها، وكان بالفعل إعلان حياة جديدة للفلسطينيين. ولما اختلفنا بعدها كمان في 84 بدأنا حوار الجزائر عدن ورأبنا الصدع وعقدنا مجلسنا الوطني، وبدأت هذه اليمن شريان حياة الشعب الفلسطيني. وكان يقول أبو عمار نحن الشطر الثالث من اليمن، وبنداءات الوحدة وإسهامنا نحن في هذا المجال، وأنا شخصيا تحملت مسؤوليات كبيرة في هذا الاتجاه، صنعنا وحدة اليمن فأصبحنا الشطر الثاني، ونلت الأوسمة أنا من الشطرين وكذلك عدد من إخواني في القيادة. ثم بعد العودة إلى هنا اختاروني لأكون في لبنان. طيب ما بعد ذلك فترة لم تكن سهلة في لبنان، في بيروت بالتحديد، كنت تذهب كثيرا إلى هناك في فترة حساسة منذ عام 75 وصولا للاجتياح الإسرائيلي للبنان وبيروت، ما الذي يمكن قوله في هذه الفترة؟ بعد مقتل أو استشهاد الشيخ رفيق الحريري رحمه الله، وكان إرسالي أن هناك فتنة قد تحدث ضد الفلسطينيين، فيمكن لخبرتي ودرايتي أن أخفف المصاب من تدمير كل المخيمات إلى مخيم أو اثنين. وفعلا الله لطف إنه الاتهام للفلسطينيين بشخص اسمه أبو العدس ليس صحيحا، وبالتالي سنة كاملة في 2005 وأنا أحاول إعادة العلاقة التي انقطعت منذ 23 عام بعد الخروج من بيروت وبعد ما ذبحت صبرة وشاتيلة وكله، إنه نعيد التمثيل الفلسطيني في لبنان ونفتح سفارة في لبنان، وأن تكون لبنان عادت كما كانت في الماضي السند والأمل الواعد والمنبر الإعلامي الذي يعبر عن طموح الفلسطينيين إلى حياة، وخاصة إنه شعبنا في المخيمات دفع ثمن كبير وكان إنسان مع وقف التنفيذ محروم من أعمال. حاولت كل ما أستطيع أن أضفي نوع من الشرعية للوجود الفلسطيني، وأن أقتل ما علق في الصدور من اختزان لآلام مذابح جماعية
مقابر جماعية وقتال على الهوية. أنا بقول يعني أنا كنت مبعوث خاص للرئيس أبو عمار لعدد كبير من الدول، وتجوالي وتحركي كان مرجعيته أنه تكليف رسمي لصبر أغوار، لإيجاد انفراج علاقات، ويبدو لي أنه الله كان بحبني أنه كنت أنجح في معظم المهام التي أرسلت لها. نعم، نتحدث عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان وما بعد ذلك. تعرض الفلسطينيون آنذاك لضغط سياسي وحتى عسكري وتم إخراجكم من لبنان في نهاية الأمر. إلى أي مدى شعرتم بأن أحداث تتكرر في تاريخ القضية الفلسطينية، ما حدث في الأردن وما حدث بعد ذلك وصولا إلى لبنان والإخراج أيضا، إخراجكم من لبنان؟ هذا وضع تجاوزناه، ولكن أنا قلت نحن خرجنا مرفوعي الهامة بإرادة وقدرة عالية، رحبت فينا الدول التي ذهبنا إليها، وبكت لبنان على غيابنا، وبدأت ثورة حقيقية في لبنان بأمل وحزب الله والحركة الوطنية اللبنانية خلوا العدو يشعر بأنه لم يخرج الفلسطينيين إلا ورثوا ثورة باعتبار فتح مدرسة ثقافة المقاومة. وأنا بدي أقول إنه الزعيم الأوحد الآن للمقاومة اسمه السيد حسن نصر الله، لما بتحدث أمام الناس يقول أنا كنت تلميذ في مدرسة فتح، مدرسة ثقافة المقاومة، تعلمت فيها دروب القتال والثقافة الوطنية. بالتالي ليس من السهل أن يكون رجل كهذا يقر بأنه لولا مدرسة ثقافة المقاومة اللي مثلتها فتح لن يحمل أحد السلاح في وجه أعداء المنطقة. احنا يعني بنقول انه يعني التاريخ يسجل لنا حضور، صحيح انه ظروفنا كثير صعبة وإمكاناتنا محدودة، لكننا نملك الدم اللي هو أغلى من النفط وأغلى من أي شيء. يمكن أن تسلب الإنسان كل شيء إلا إرادته وفكرته. نحن لن تنزع لا إرادتنا ولا أفكارنا، وهي التي في نهاية المطاف ستنتصر، لأنه المخلوق لا يتغلب على الخالق، وكل ما يصنع بيصنعه الإنسان. فإذا الإنسان كان مصفح وعنده إرادة وقناعة بالعمل اللي أو بالفكرة اللي آمن فيها يموت من أجلها. نحن يعني واثقين تماما أن كل المتغيرات أعطتنا مزيدا من اكتساب التجربة، وهذه التجارب لا تشترى، تكتسب، وكل منا لديه تجربة يصعب تبديدها باتجاه عكس ما جئنا إليه. إن شاء الله الأمور تتوضح قريبا، ويكون أبناء هذا الشعب الفلسطيني، أطفاله، رجال ونساءه، كما قال ياسر عرفات، أغبط نفسي أن أنتمي لشعب أكبر من قيادته، شعب الجبارين إذا ما فقد الأمل صنع المعجزات. بالتالي إحنا عندنا الطفل وعندنا المرأة وعندنا الشيخ، كلهم حينما يوضعوا في الاختبار تحت الاختبار هم قادة في أمة وأيضا أهل لتحرير بلدهم فلسطين. وخرجتم إلى تونس، وأنت عدت فيما بعد في عام 86 عينت في المجلس الوطني الفلسطيني، وبعدها بأعوام أصبحت أو انتخبت رئيسا للجنة الانتفاضة الفلسطينية الأولى. ما الذي مثلته الانتفاضة برأيك في تلك الأعوام بعد الخروج من لبنان والذهاب إلى تونس والعودة إلى الأرض؟ يعني أنا بعد استشهاد الأخ أبو جهاد كنت لا أرغب أن أكون في هذا الموقع، ولكن فرض علي ذلك. كانت لحظات قاسية حينما عرض علي، لأنه هذا العملاق من يملأ مكانه، ولكن تعلمت من شعبنا كما تعلم أبو جهاد وتعلم أبو عمار بأنه ليس على العزيمة مستحيل، وأن الإنسان وحده لا يساوي شيء، إنما يكتسب تجارب
وبالوعي الجماعي يستطيع أن يصل إلى ما يطمح إليه. نعم أنا كنت أمين سر اللجنة العليا للانتفاضة بعد الأخ أبو جهاد، وكان أبو عمار رئيسا لها، ولكن كان عندي طاقم كبير أعضاء مكاتب سياسية من كل التنظيمات ومن اللجنة المركزية، وبتعاون مشترك ودراسة مستفيضة لكل أوضاع الداخل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، الجغرافيا، الجامعات، الأندية، المراكز الثقافية واحتياجاتها كلها، وقاوم الميدان والفعاليات النضالية، استطعنا أن نضع خطة وبرنامج أحمد الله أنها كانت تسير في الاتجاه المطلوب، وفاء لدم الشهيد الراحل أول الرصاص أول الحجارة أبو جهاد. هذه الانتفاضة اتسمت ومنحت الناس صورة إنه هذا الشعب لن يركع لن يستسلم، هذا شعب الجبارين فعلا. كان أيضا فيها التضامن، الناس متضامنين مع بعض، والانتشار كانت لا تقتصر الانتفاضة على وسط المدينة، إنما تذهب إلى الأرياف، والكل ينتظر العدو ليقوب مضاجع هذا العدو، ليشعروا إنه هذا القلب له أطراف. وأيضا كان في نداء قاوم، كان مثلا نداءات عادلة، نقول لا للضرائب الإضافية، الكل يقول والله كلامهم صحيح، لا للعقوبات الجماعية، طيب أنت بتطارد وراء واحد ليش الأسرة؟ فالكل حتى الغرب يقول هذا صحيح، نقول لا كالتكسير العظام اللي فعلها رابين، وهذا ما شل إيديهم ودكاتريتهم وهربوا، إنه شو إحنا بنمارس جريمة في الشعب الفلسطيني، خلى الطفل يلحق الدبابة بالحجر، فبورك شعبنا بحجارته بأطفاله بنسائه الذي صنع المعجزة، واحتل المصطلح الانتفاضة في القاموس العصري، مش أبرايزنج، صارت انتفاضة بالعرب، الكل يقول انتفاضة، ورأيناها تتجلى في شرق آسيا، وين مكان بضرب حجار وبرموا مولوتوف وبعملوا كذا، نقلا عن الشعب الفلسطيني العظيم. إذن الانتفاضة كانت هي العمل الأبرز لربط الشعب الفلسطيني بالقيادة، لأنه جاء دور الداخل، فكان الداخل أكبر من اللي في الخارج. بعدين إحنا شعب نتناوب في حمل الراية، ما سقطت في منطقة إلا ارتفعت في أخرى. نعم، لضيق الوقت سيد زكي، بعد ذلك أرسلك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لتكون ممثله في لقاءات مع زعماء الدول، ما هي المهمة التي ألقيت عليك؟ حسب المهمة، ولكن يجب أن تكون أنت عندك الرغبة والاستعداد والقدرة والوعي لطبيعة الظرف اللي أنت رايح تعالجه مع هذه القوى المساندة لك. إذا كانت قوة معادية كيف بدك تحيدها؟ إذا كانت قوة معك كيف أنت تجسد وتكرس الفهم المشترك لتجاوز الأزمة بالتعاون معها؟ وبالتالي أنا يعني كل المهام التي كنت أكلف بها كنت أشعر بأنه لها نتائج كانت إيجابية حتى في الولايات المتحدة. يعني كنت في مهمة وأسفرت عن إرسال وفد من كلينتون ليقابل الرئيس أبو عمار. طيب قبل أن نتحدث عن عودتك للضفة الغربية بعد أوسلو بعام وأكثر بقليل، أنت كنت من الشخصيات الأولى في حركة فتح ومنظمة التحرير، إلى أي مدى كان صحيحا تغيير برنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت بالكفاح المسلح ووصلت حتى توقيع اتفاقية أوسلو مع الجانب الإسرائيلي بعد سنوات من إنجازات حققت في الانتفاضة؟ يعني أنا للأسف يعني الناس فكروا أني ماشي بعكس التيار، أنا ضد أوسلو، لأن رأيت فيه أنه ينهي القضية ولا ينتهي، ودفعت ثمن رفضي لأوسلو، وكان فقط 6 من القيادة اللي رفضوا معي أوسلو. من هي الشخصية؟ كان أبو السعيد خالد الحسن، وكان فاروق القدومي، أبو لطف، كان هاني الحسن، وكان صخر حبش، وكان محمد جهاد من المركزية الثانية،
وكنت أنا، وتميزت أنا بالمثابرة والصمود. وحينما بدأت إسرائيل تتفكك وتتنصل من أوسلو والتفاهمات والضمانات الأمريكية، وكل المجتمع الدولي يتخلى ولا يفرض على إسرائيل أن تسير، أصبحت أنا أشعر بأنني دفعت أثمان باهظة، ولكن كسبت في نهاية المطاف حفاظي على قناعاتي. وحتى الأخ عمار قال لي يعني الله كان كاشف عليك، كنت شايف اللي احنا ما شفناش شيء، وهي جابوني هنا يعني لإنهائي. نعم، وقام بفخ أوسلو، ولكن أنا أعتقد بأن إسرائيل اقترفت جريمة بأن أخذنا الآن نحن الوجه المحب للسلام، وإسرائيل هي الوجه سبب كوارث المنطقة والشرق الأوسط. وبالتالي أنا في اعتقادي أنه لأوسلو وجهان: الوجه الذي أدخل رئيسنا المؤمن به أبو مازن إلى صدارة الكون في العالم السياسي، ووضع إسرائيل في دوائر الحرج، ولكن الوجه الآخر الخطير فيه قتل ثقافة المقاومة والناس تنتظر شيء قد لا يتحقق. وبالتالي يمكن ما يطرح الآن من أنه بدنا ننفق من أوسلو أو نعمل شيء جديد إلى آخره، أن يكون في الوقت المناسب ردة، والمرتد أقوى من الإنسان العادي، لأن المرتد بده يعوض عن الماضي. وإن شاء الله بصير شعبنا كله مرتد على أوسلو وملحقاتها والضياع الذي حدث على مدار 25 سنة، وأنت تدرك أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأن العالم لا يحترم الضعفاء، إنما يخضع سريعا أمام الأقوياء. وبالتالي إن شاء الله إسرائيل بتصير تفكر إنه في شعب فلسطيني له حرمات، له كرامات، له أرض، له وجود، يجب ألا نفكر بأن نقابل للطرد أو يعني إرضاء بالمال كما فكروا في مؤتمر الندامة العار في البحرين، وكما بفكروا إنه في صفقة القرن يغيروا الجغرافيا وغيروا الشعوب وغيروا كل شيء. هم الآن يريدوا القضاء على شعبنا الفلسطيني، ولكن لم يكن للرأي أو للرفض تأثير. كان الصراع بيننا كبير، ولكن كانوا يقولوا، خاصة الأخ الرئيس أبو عمار الأخ أبو مازن، إنه الإسرائيلي بالعلن لا يستطيع أن يدفع شيئا، فتحت الأرض ممكن أن يدفع. هذا واحد. اثنين، كان هدفهم أنه يعترف بمنظمة التحرير اللي كان بيعتبرها إرهابية. ثلاث، كانوا هم يقولوا بأنه هذا درء مفاسد وليس جلب للمغانم. نحن كنا 23 شهر في حصار عربي دولي ونحن في ديار المغترب، وكان أهم شيء عند أبو عمار أنه يشوف فلسطيني بيعود إلى فلسطين تحت أي ظرف، يسميها حق العودة يعني. فهلأ لما تيجي لأي واحد من تبعون أوسلو بقول لك إيه، إحنا جبنا نص مليون من برا معانا، هذا شيء كله بحطه في رصيد إنه إحنا الآن ماشيين بخير وعنا وعنا وعنا. الرؤية الأخرى، إحنا ما بدنا نقول شو السلبيات، ولكن حينما يصبح العدو يقول لك القدس عاصمة أبدية موحدة، وبده يأخذ كمان الأغوار، وبده يدنس المقدسات، وبده يهد بيوت وين مكان، وبده يعال بده يأخذ 60% هي مناطق سي، يعني بتلاقيها إنه الخسائر أكبر بكثير. اثنين، احنا تعلمنا واحنا صغار انه نهتف للجزائر قسما بالساحقات الماحقات
وعقدنا العزم أن تحيي الجزائر فاشهدوا. وكنا نقول يعني عن أنفسنا هناك بذلك العلم منازلنا من القدم ترى عيني مرابعها ولا تسعى لها قدمي لأن عزت علي فقد فديت ترابها بدمي أخي جوز الظالمون المدى. كانت تربيتنا إنه هذا عدو لازم نتحصن ونقوى ونواجهه. اليوم صارت سياستنا إنه ممكن نتعايش الضحية مع الجلاد. نحن لن نكون أسرى لحظة التعايش مع الأعداء. طيب عدت للخليل وسلمت ملفها في فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، هل الانتفاضة الثانية كانت أكبر دليل على فشل أوسلو؟ صحيح، وأنا لست مع عسكرتها، سرعة عسكرت، لأنه كان السور الواقي وكان شارون والجرائم اللي حدثت في شعبنا، وبالتالي خلص لما قتلوا رابين قتلوا أوسلو. كان لازم نعرف هذا، إنه هذا الاتفاق مدغم مش واضح، ما فيش فيه مبادئ وقيم. في بقول لك إعلان مبادئ، يعني ما في إلا المبادئ بالاسم بالإعلان، لكن ما في مبادئ، يعني بوقع معك وبيشتغل بعكسه على الأرض. لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى ما تفعل يديه. عام 2009 شهد محاولة اغتيالك في لبنان، لم تصب على إثرها بالأذى ولكنها أدت إلى مقتل نائبك في تلك الفترة. من الذي أراد أن يستهدف عباس زكي ولماذا؟ لا شك أنه ليست هذه المحاولة الأولى ولا الأخيرة. كان القانون أن لا نعود إلى لبنان وأن لا يكون هناك قوانين ناظمة وتفاهم وتجاوز للقتال على الهوية والمقابر الجماعية، وأن يبقى الفلسطيني وكأنه مشكلة وعبء ثقيل، وأن يبقى إنسان مع وقف التنفيذ، وأن لا يمارس أي عمل، علما بأنه عائدات الفلسطينيين بيشتغلوا في الخارج كلها بتيجي على لبنان، والفلسطينيين هم اللي بنوا لبنان، هم اللي أساس البنوك في لبنان وأساس كل شيء، لأن الفلسطينيين الأغنياء هم الذين رفعوا من شأن لبنان. بالتالي هذا الموضوع الاغتيالات كان على ضوء تقدم العلاقة وما حصلنا عليه من محبة وود وإعادة النظر في الماضي بيننا وبين الأخوة المسيحيين والأعداء الأمس. هذا الموضوع موجود لدى أجهزتنا الأمنية وأجهزة لبنان، ولكن الجواب على ذلك شو هو؟ إنه يا أخي إذا الحرير انقتل وما حد عارف مين قتل بلاش نقول لكم، وهذه جريمة وعار وعيب. وأنا بطلب من المستوى اللبناني أن يفصح عن القتلة لأن الموضوع عنده واضح. طيب بعد هذه الفترة أصبحت مسؤولا عن العلاقات مع الدول العربية كما كنت سابقا، هل شعرت بأن الكثير تغير في هذه السنوات الطويلة من واقع عربي متغير وجديد ومن علاقات متذبذبة مع بعض الأقطاب العربية؟ صحيح، إحنا دائما بنفرق ما بين النظم وبين الجماهير. النظم تعطيك زي ما بدك، لكن في نهاية المطاف لا تنفذ أي شيء، كمبادرة السلام العربية اللي كانت دم حبر في بيروت ودم في فلسطين حتى الآن نسيوا حالهم. كل قرارات القمة العربية دون تنفيذ، حتى شبكة الأمان المالي دون تنفيذ، يعني قل كلمة تكون شيء. إحنا بنراهن على الجماهير العربية، لكن الجماهير العربية معنا، والآن شكلت معنا الأحزاب القومية والوطنية والاتحادات والنقابات والفعاليات العربية جبهة عربية مساندة في طريقها إلى الظهور، وهي شبكة أمان لتنتصر بدل الأنظمة، تنتصر إرادة الشعوب من أجل فلسطين، وطلع مسيرة مليون في المغرب. الجزائر كلها معنا، حتى مشجعي فريقهم الرياضي صاروا معنا، العالم معنا كله كشعوب كقوة. ولكن نحن حال أن نخرج من أوسلو سنجد أننا عدنا عنوانا لنهوض الأمة من المحيط إلى الخليج بكل الأوفياء أصحاب الوجدان النظيف في العالم الإسلامي والمسيحي.
طيب سيد عباس زكي، دعنا وإياك والمشاهدين نخرج إلى فقرة بكلمة واحدة. أبدأ بسمير جعجع. لا تعليق. حسن نصر الله. زعيم قائد في أمة وثورة في رجل. أحمد ياسين. رحمه الله كان نقي السريرة ومناضل من أجل تحرير فلسطين. إسماعيل هنية. كان الله بعونه في ظل المتغيرات. محمود عباس. أعانه الله لأن الرئيس الفلسطيني يعني يمثل في هذا الظرف، أو أنه رغم كل حالات الضعف وأنه مراقب في الأمم المتحدة لأنه يقود 135 دولة كاملة العضوية. محمد دحلان. يغرد خارج السرب ولا مستقبل لها. ياسر عرفات. ياسر عرفات حادي المسيرة وضمير الأمة والوالد والقائد، والذي يحضر بعد غيابه أكثر من حضوره وهو في قيد الحياة. إسحاق ربين. حينما اهتدى لطريق السلام وأقنع نفسه قتلوه. إيهود براك. خاسر فاشل أضاع فرصة تاريخية بالسماح لشارون بتدنيس الأقصى. بنيامين نتنياهو. يعني نستطيع أن نقول نتنياهو لعب دورا خاسرا وخرج عن النصوص، انتهازي لص. بشار الأسد. قائد بامتياز، صبور، ذو ثقة عالية بشعبه وبنفسه، واستطاع أن يصمد ويصد كل الطامعين بسوريا. وأختم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تاجر عديم الأخلاق، صاحب صفقات، متقلب المزاج، لا يليق بقيادة العالم. عضو اللجنة المركزية في حركة فتح والممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية سيد عباس زكي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذه الاستضافة. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم حديث آخر. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.